من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ما زلنا أيها الأحباب مع الحكم أو مع كتاب الرسائل لابن عطاء الله. جينا كنتكلم على الرسالة، هذه الرسالة التي كتبها ابن عطاء الله رحمه الله وسمى هذه الرسالة رسالة بالسلوك إلى حضرة ملك الملوك. وصلنا لهذا الكلام اللي في هذه الرسالة، يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه: فالعاقل من كان بما هو طاع أفرح منه بما هو إبناء. العاقل من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو إفناء. طبعا احنا قلنا بأن العقل من علامة العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. أول عقل لما كنت العقل عنده الصفات لما رحمه الله، أما الإنسان بعيد عن الدنيا ما ديرهاش، هي المقر مستقر وهي الغاية أنه عن الدنيا فقط. وكذلك العاقل من ينوب إلى دار الخلود، يعني من يريد أن يرجع إلى دار الخلود هي أخذ الجنة والتزود لسكن القبور. لما يدخل القبر ديالو يتزود من الدنيا أهل قبره، لما يدخل القبر يجد ما يتزود به ويتأهب ليوم النشور لما يقف الناس بين يدي الله وجد رسول ذاك اليوم العظيم اللي هذاك اليوم اللي جعلوا بلدان شيبا الدراري الصغار كيشيبوا من كثرة الهول، هو كيتزود هذا النهار. فالعاقل هو الذي يميز دائما بين الحق والباطل دائما، والنافع والضار والحسن والقبيح كل ما يفهم. لذلك قال الإمام ابن عطاء الله: العاقل من كان بما هو أبقى، من الحاجة اللي كتبقى كيفرح بها ولا يفرح بما هو يفنى. لا، الحاجة اللي كتفنى ما يفرحش بها. شنو اللي كيفنى؟ قول الشيء اللي عندك في الدنيا هذه كيفنى. عندك الدار ديالك واحد النهار تنتهي، عندك الكون ديالك واحد النهار يحبس، عندك السيارة ديالك واحد النهار شيل لك أس، عندك الزوجة ديالك واحد النهار تموت، أنت بذاتك تموت، أولادك يموتون، يعني كل ما تملكه هو يفنى. فهنا يقول ابن عطاء الله العاقل شكون هو؟ هو اللي يعني الشيء اللي يبقى كيفرح به، والشيء اللي كيفنى ما يديهاش به. وشنو اللي كيبقى؟ العمل الصالح. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير املا. العمل بقية الصالحات لا اله الا الله، الصلاة تبقى، العمل الخيري يبقى، الكلمة الطيبة تبقى، هذا العمل كله يبقى، العمل اللي هو يقربك الى الله يبقى. اما كل شيء احبابي الكرام ما هو في هذه الدنيا فهو يفنى. عندك منصب حاكم ولا ملك ولا رئيس ولا قاضي ولا يعني رئيس محكمة ولا ضابط ولا كل هذه المراتب وهذه الأوسمة ستفنى. احنا اليوم بمجرد ان الناس يفرحون بما هو يفنى ولا يفرحون بما هو يبقى. الكوتين المزافر هنا التعبير هنا هي شكون جاب الخبر؟
يعني ابن عطاء الله يقول العاقل، شكون هو العاقل؟ من كان بما هو ابقى افرح. قال يعني الحاجه اللي تبقى يفرح بها. ده سبق قال سبحان الله، هذه الكلمه سبحان الله قالها على قلبه مخلصا، عرف انها ستبقى وتكتب في سجله يفرح بها. ولا يفرح ايها الاحباب بما هو يفنى. ولذلك احنا تكلمنا على كثير من العلماء رحمهم الله، وبينا الحوال ديالهم ديال بهلول، وحكينا القصه ديالو، يعني كيف راه مالك بن دينار رحمه الله مدى زمن وراه وجد الانسان وجدو يعني بوهري لدرجه ديالنا وقف في صلاه المراه وساله، يعني قالت لما تقرا وحده اكيد تكلم احنا كاينه قصه، يعني وجد هذا الانسان بانه ماشي بوهري وانما انسان عاقل، لأن الإنسان عنده العقل كامل جدا، ينظر إلى الدنيا بواحد منظار ديال الميكروسكوب، ينظر إليها ولكن ماشي بحال المنظار ديال الآخرين، ينظر إليها بأنها كأنها بعيدة عنده عنه، لا تؤثر فيه، أخا هو ساكن في الصدر. والكلام كثير تكلمنا على أي الأحباب. ثم يعني في الحكمة التالية اللي نحن شرحناها الحكمة هذه أو هذا الكلام ديال ابن عطاء الله، لغن تقرا بحكمه اخرى ما تاخذ. ثم من فرح بالباقي واعرض عن الفاني. أنا اذا كان الانسان فرح بالشيء اللي هو باقي واعرض عن الشيء اللي هو فاني تشرق عليه الانوار. هذا الانسان هذا كيصبح نوراني، تشرق عليه انوار الالهيه وتلوح له الاسرار، كما قال ابن عطاء الله قد أشرق نوره وظهر التباشير. تجد الإنسان أنه يفرح في الشيء اللي يبقى وما يفرح في الشيء اللي يفنى، فهذا الإنسان أنوار جاءته يفتح الله عز وجل عليه، وحب البشائر وحب الخيرات وحب الأسرار من الله عز وجل. علاش؟ هذا الشيء إشراق الأنوار لحلاوة الزهد في الدنيا والإقبال على المولى، لأن حب الدنيا ظلمة. لما تحب الدنيا كثير يكون في على قلبك ظلمة، ماشي نور، ظلمة. فإذا خرج من القلب دخله النور وهو حلاوة الزهد. هذه الظلمة عندما تخرج يدخل الزهد وراحة القناعة وبرد الرضا ونسيم التسليم وظهر تباشيره اي مبشرات تبشره بالاقبال على الله عز وجل وروح الوصال وجنه المعارف والجمال. فحين اشرق نوره وظهر تباشيره اعرض عن الدنيا بالكليه. شوف معناه التسلسل الذي يمشي به ابن عطاء الله، يعني لما الانسان تجده يفرح بالشيء اللي يبقى الشيء اللي يفنى، ما يهموش سواء كان ذهب ولا فضه ولا مال ولا قصور ولا حكم ولا منصب ولا كرسي ولا اي شيء ولا قرايب ولا اي شيء، لا يفرح بها تماما لانها لا تدوم. يوم من الايام ذاك الانسان العظيم اللي كانت عنده كان عنده كيجيبوا المسجد يصلوا عليه، الصلاه على الرجل او الصلاه على المراه، ولا بعض الحين الصلاه على الجنازه حتى الاسم ديالو، حتى الاسم ديالو ما بقاش يقدروا يقولوا الناس فلان العظيم كذا. اصبح ميت، الصلاه على الجنازه وهي جنازه رجل او جنازه امراه، خلاص كذا ولا الاثقال والاسماء هذه كلها فنات. يعني تفنى هذه الاشياء كلها فنات، تفنى ما بقاش انما يبقى ما هو يعني اللي ما يفناش اللي هو العمل الصالح. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او ولد صالح او علم ينتفع. اذا مات الميت يمشي معه ثلاثه، أهله وماله وعمله، أهله وماله وعمله. لما ندخلوا القبر ندروا عليه التراب والحجر كيرجع المال باش يقسموه الناس، خويا كل واحد بدا كيشوف بمجرد قالوا فلان مات
ذو الناس كيديروا الحسابات مع السودان. إذا شحال عندي واحد يقول التولد واحد الربوع داك يقسموا فيكم أنت موجود عليه يقسموا فيكم أنت موجود قال أنا عندي في التولد الآخر عندي الربوع عندي خمس وحتى لو ترجع يقول ودي من الحسن خليه خلي جاني التولد هذا وترجع مازال يحيد يا كلشي سبحان الله حتى الناس ما يفرحوش لك مش ترجع من أهلك من عائلتك من أسرتك بمجرد جهة التليفون فان مات شحال شحال كنت حبس كل شيء انت واحد ما تصرف لان كل واحد سواحكي كيقلب على النصيب ديالو في ذلك الشيء الذي تركه هذا الانسان الشيء الفاني الشيء الفاني سبحان الله لله احمد الكرام هذا هو معنى كلام اللي يتكلم عليه ابن عطاء الله على هذا الكتاب هذا احنا اليوم نشتهي ونحب الشيء اللي هو فاني ولكن نترك الشيء اللي هو باقي ودائما القران الكريم عندما تقرا القران الكريم تجد هذه الصور يعني يقول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث هذا كله فاني يقول ولكن زين لنا كلنا نحب هذا الشيء ولكن جاء القران الكريم لما شرح وقال بان زين للناس الى اخره قال ذلك هذا متاع الحياه الدنيا متاع الحياه الدنيا اللي العمر ديالها قصير والله ما يهده حسن المآب شنو هو حسن المآب يقول الله عز وجل قل انبئكم بخير من ذلكم انبئكم اخبركم بخير من هذا الذي قيل قبل النساء الشهوات البنين القناطير المقنطره الذهب والفضه انبئكم بخير من ذلكم شنو هو هذا يا رب قال للذين اتقوا الناس اللي اتقوا في الدنيا خاف الله عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بهم شو عندما تقارن هذا الشيء اللي اعطانا الله عز وجل مع الشيء اللي نحبه احنا الفاني الشيء الباقي مع الشيء الفاني كاين فرق كبير كاين فرق كبير فلذلك ايها الاحباب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فصرف عن هذه الدار مغضبا واعرض عنها مريا يعني لما اصبح الانسان هذا يحب يعني الباقي ويعرض عن الفاني أشرقت عليه الأنوار الإصرار أصبح يعيش في النور لم يعيش فيه من الآخرين هو بشر لكن عنده نور خاص كان فرق بين فلان وفلان هذا يفرح بما هو ينقى وهذا يفرح بما هو يفنى ما تجيب جوج ناس واحد كان يفرح بالفاني واحد بالباقي باش كان فرق ولا ما كان فرق شاسع في كل شيء حتى من الأذواق حتى في العبادات حتى في الطاعات حتى في المعاملات حتى في الزهد حتى في يعني في الذوق الحلاوه ديال العباده هذا يصلي وهذا يصلي لكن شتان ما بين الصلاه ديال الانسان والصلاه ديال الانسان هذا الانسان يصلي لكنه مثلا عينه على الباقي هذا يصلي لكن دائما عينه على الفاني لكن فرق كبير في كل شيء حتى في العلماء الذين ظهروا أيها الأحباب في تاريخ الأمة عندهم علوم هذا دكتور وشيخ وكذا وهذا ولكن عندما تقارن هذا بهذا كان فرق كبير هذا عنده يفرح بالباقي وهذا يفرح بفعل المناصب الكراسي فقط هو يبغي عنده منصب السلطة يا أخي يفرح لكن هذا لا يكون حتى كانوا يخافون أن يدخلوا على السلطان وقال العلماء من رأيتموه يدخل على السلاطين فيجب أن تشعروا أن تحذروا منه من علمه لأن هذا هو الفرق الحلو هذا الذي يفرح بالباقي كلامه حلو يصل إلى القلوب يمثل في الناس ما يسكن عنده وحده وخال يسكن في الجبل وخاف زاوية بعيدة عن الناس ما فيش تلفازات ولا إعلام الله جعل البركة في كلامه وجعل البركة في كتبه والناس يذكرونه إلى يومنا هذا
وهو كان يعيش في رأس جبل شوحب. ما هو الفرق بين هذا الإنسان اللي هو الدم إعلام والدم والدم وبين هذا الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى جعل البركة في هذا الإنسان وصارت يعني أسماءه تنتقل من جيل إلى جيل ومن بلد إلى بلد والناس يترحمون عليه. وهذا الإنسان ربما عاش في حضارة وكل لكن بمجرد مات انقطع علمه وانقطع اسمه وانقطعت بركته ولم يبقى منه. لأنك الفرق هذا يفرح بالباقي وهذا يفرح بالفاني. هذا هو الفرق. فعندما تجدون هذا الفرق بين الناس ولذلك يعني ابن عطاء الله رحمه الله قال هذا الإنسان موصل الدرجة أشرقت عليه الأنوار الصلاة صرف عن هذه الدار مغضبا أصبح كي يعيش واحد النور أصبح مغضب من هذه الدار وأعرض عنها موليا أعطاها بالطهر هي تأتي وهو يقول طبعا الصدوف هو الإعراض والتولي فأعرض عنها فأعرض هذا السائر إلى الله عن الدنيا بحذافيرها بحذافيرها مغمضا بصره وبصيرته بصر وبصيرة بصيرة بصر بصيرة ورطة بصر البصر والعين مغمض العين ديرها على هذا الشيء حتى لو كان يعيش خاطي يدير ويشتري بصرار يدير بحكم لكن بعض الناس اللي يوصلها بقمة هذا يحصل فلوس خدام في العاش بفلوس لكن كاين فرق انه يديرها في ذلك القلب ديالو والعين ديالو والوسيلة سبحان الله. وكاين بعض الناس اللي هو ما عنده شيء وغارق في الطريق ما الفلوس ما كنوصلش ليه يدوكا هو غارق مسكين كيحلم غير فلوس طار سعيد هذا ما فيش حتى الصلاة ما يصليهاش. فلذلك هذا الإنسان الذي هو مغمض عينيه عن عين البصيرة عن البصر لا ينظر إلى سحرة هذه الدنيا وبهجتها أبدا لأنه يتمثل قول الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك عندك سر عينك يا محمد إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأطهر. شوف عندك يا محمد سر عينك شوف الناس فين عايشين وعندهم وعندهم الأزواج بالأخير وربما تمشي مع الطريق لا هذا لنفتنهم قال الله عز وجل لنفتنهم فعندما يفتح الله عليك بابا من الدنيا فتح عليك بابا من الفتنة لينظرك هل أنت تبقى في صبغتك؟ هل أنت أيها الإنسان المسلم تبقى إنسانا متواضعا تحافظ على صلاتك تؤدي زكاتك تحترم الآخرين تعيش تتمنى أنت تحيا مسكين وتموت مسكين وتحشر في زمرة المساكين ولا غادي تصبح إنسان خير؟ لا تجيك قاش الناس كيف تكلم لو تكلمني يا أخي خسر أنت كيفاش أنت يجي عندك فقط كل حاجة عنده الناس واحد ولا مضبوط ولا بحال روبو مضبوط بالحياة ديالو ما بقاش أبدا عنده وقت للآخرين. فعندما يفتح الله عليك بابا من الدنيا فقد فتح لك باب احذر راسك عينك تقول بانني احسن من الاخر وانا راني اقفز من الاخر لا فتح الله عليك بابا ليفتنك في هذه الحياه فرد الباب لك. والدليل قول الله لسيدنا محمد لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. والايه عندها سبب النزول لا يسعنا أن نتكلم فيها ولكن يقول الله ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أي أصناف من الكفار زهرة الحياة الدنيا اللي نفتناهم فيه وأعرض عن هذا قلبك وقلب قلب يدت قلب لأن ليس مقطع كون القلب والقلب فلذلك إمام الشاطبي رحمه الله قال إن الإعراض عن الدنيا إنما هو بالقلب الإعراض بالدنيا لا يكون إلا بالقلب قد يشتغل الإنسان ويبيع ويشتري لكن لا يكون قلبه هو هذا هو القلب ذلك معوض عن هذا الشيء ومتى كان القلب معلقا بها بالدنيا لم ينفع الزواج حتى لو نقول لك دينا بدنا نخلص راسي فتصبح مشغول لم ينفع الزواج من اليد ممكن تزول من اليد بل المطلوب زوالها من القلب سواء كانت في اليد او لم تكن بالدليل قول الله انما نتكلم احنا كنتكلم القران قول الله عز وجل لمن اعطاه ملك الارض بحذافيرها اعطاه ملك للارض بحذافيرها جمع الدنيا كلها اصبحت تحت يديه ماذا قال الله له وسيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام كان ملكا كان نبيا قال الله عز وجل هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب وقال فيه ايضا نعم العبد انه اواب نعم العبد ان سليمان انه اول رشاح يرجع الى الله حتى لو كان عنده الملك الدنيا كلها اولياء الجن وكلهم يتحكم فيهم سليمان عليه الصلاه والسلام يامر الريح فترفع مجموعه من الناس توصلوا الى قاره اخرى بامر الله مع ذلك الله مدحه بالقران وقال نعم العبد انه اواب لانه لم يجعل الدنيا في قلبه انما جعلها في يديه لا اله الا الله وقال الله تعالى ايضا بعكس هذه الايه هذه في نبي اخر نزع الله عز وجل منه الدنيا ما عندوش فقير بور مسكين ما عندوش ماذا قال الله له ماذا قال الله فيه ايوب سيدنا ايوب اللي وصل به الحق اصبح فقير مش ما يكون حتى عن القصه ديالو معروفه وعليه وما عندوش حتى الزوجه ديالو هي اللي كانت تعينه قال مدحه الله عز وجل بعدما سلب منه الدنيا كلها واصبح فقيرا لا يملك شيء ماذا قال الله فيه لا فيك انا وجدناه شنو صابرا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب شوف القران مدح الله في سليمان الذي كان ملكا ونبيا الدنيا كلها تحت يديه ولم تدخل الدنيا الى قلبه بل في يديه ومدح الله ايوب عليه الصلاه والسلام الذي ابتلاه الله عز وجل ونزع منه المال واصبح فقيرا ومدحه وقال انا وجدناه صابرا عند الابتلاء وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب لكن ايها الاحباب من علامه حب الاخره ترك الدنيا وعلامه تركها ان لا يفرح بالموجود منها لا يفرحش بالموجود ما الحساب والسيارات الى اخره كل هذا الشيء عندك لا تفرح منه ولا يتاسف الانسان على ما فاته منها الشيء اللي فات من الدنيا ما تاسفش عليه ويقول ودي في العقل وفي الخوزيه وفي كذا وكنت ندور راه احنا عندنا ما تاسفش على الشيء اللي فات لان ربما ذلك الشيء الذي تتاسف عليه لو وصلت اليه لشغلك عن الدنيا كل عن الله وعن الاخره وعن كل شيء واحنا نضعف ولو الرسول قال اياكم ولو فان لو تفتح عمل الشيطان اياكم ولو فان لو تفتح عمل الشيطان ولا يمكن ذلك ايها الاحباب الا بترك الانتصار للنفس
ومخالفتها. سئل بعض العلماء منهم عبد القادر الجيلاني رحمه الله، هذا الجيلاني أو الكيلاني، هذا كان من العلماء طبعا عنده كتب وفي العراق، كان رباني. سئل رضي الله عنه عن الدنيا، شو رأي ذلك في الدنيا؟ قال رضي الله عنه: أخرجها من قلبك واجعلها في يديك فإنها لا تضر. عندما تخرجها من القلب وتديرها في اليد ما تضرش. تشرب تلبس وتصار وتدير، والقلب كيبقى فيه الله، القلب فيه الله سبحانه وتعالى، ما فيش حاجة غلط. أخرجها من قلبك واجعلها في يدك دنيا فإنها لا تضر. بمعنى لما قال أخرجها من قلبك، يعني خصك تأكل وتشرب وتلبس وتمتع كل هذه الأشياء، لكن كل بيد فقط ماشي بقلب. القلب لا يكون فيه إلا الله. والإسلام ما عندوش في كل واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين، ما عندوش في كل في جوفه واحد قلب. وهذا القلب إما أن يكون فيه حب الله ولا حب الآخرة ولا حب الدنيا، واحد. مش تقول أنا مش جوفه نجمعه هنا، لا ما يمكن شيء. حتى لو قلت ذلك فلا تلتد بحلاوة الإيمان، ولا تلتد بالعبادة وطاعة الله، تصلي وتصوم كل شيء، اسمع أنك عادي روتين، ها؟ روتين فقط. قال الحضرمي في الدنيا: قال ليس الرجل الذي يعرف كيفية تفريق الدنيا فيفرقها، إنما الرجل الذي يعرف كيفية إمساكها فيمسكها. كيف الدنيا لما نشدها ما عرف تحكم فيها، مش كيف نفرقها، كيف تحكم فيها؟ لا تشغلني ولا أنغمس فيها، لأن الدنيا كالحية، وليس الشأن في قتل الحية، إنما الشأن في إمساكها الحية. الدنيا بحل محل فاخر، الشأن ماشي في القتل ديال الحية. كيف شد الحية وهي حية، شد الفعا هي صعيب، شد الدنيا وهي حية بيدك، والشريفة والدين وكل حاجة، كل واحد دير ليه الخاطر ديالو وكل واحد هذا، ودائما أنت في حضرة الله صعب جدا، خصوصا هذا القدام، هذا القدام صعيب أيها الحبيب. إذن فصرف عن هذه الدار مغضبا وأعرض عنها موليا، فلم يتخذها وطنا، لم يتخذها وطنا ولا جعلها سكنا. يقول ابن عطاء: لم يتخذ هذه الدنيا وطنا ولم يجعلها سكنا، لأن من توطن الشيء فقد قام فيه. وحيث كان الوطن، الوطن هي الدنيا، والناس يتصارعون على الوطن ويتقاتلون على الوطن، خلاص هي مشكلة كبيرة جدا. السابرة طبعا لا مقام له إلا إلا الله، واحد يلطم من الذي يروح عندما يقف من يد الله. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول في شأن الدنيا: اعبروها ولا تعمروها. اعبروها أنا عبرين، حياة لازم نضفة إلى ضفة أخرى قطع، يعني اعبروها ولا تعمروها. فليست الدنيا دار إقامة ولا سكنة، إنما هي قنطرة من هنا إلى هنا، قنطرة من جهة إلى جهة. فالعارف لا يكون مع غير الله قراره، مع غير الله لا يمكن يكون عنده استقرار، ولا لأن همته كلها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب سافر في يوم صرف، فاستظل تحت شجرة ثم راح عنها وتركها. هذا رسول الله، يشوف اللي عرف الدنيا أكثر من رسول الله.
كان يقول ما لهم من الدنيا هذه؟ ما لهم الدنيا هذه؟ بحال واحد إنسان سافر في يوم صيف، صيف يعني حار كثيرة جدا في الصحراء، والماء اشتد به الحر ذهبا وجلس تحت شجرة ليصطدم، فعندما استراح وحيد عرب إلى آخره، يعني ثم راح عليه وتركه، خلى الضيد هذاك خلى الشجرة وسد، قال لك الدنيا نفس المشكلة، قال لك راح لك الإنسان اللي كيعيش في الدنيا حالك الإنسان اللي قاعد تحت شجرة، غادي يجي واحد الوقت اللي غادي يمشي بحالك، سواء هذاك الإنسان اللي قاعد في القصر، ولا في فيلا، ولا في قرب، ولا في خيمة، ولا في نوالة، ولا في الغار، ولا في مكان واحد النهار سيخرج، سيأتيك ملك الموت ليأخذ تعال وطن ديالك، وطن ديالك فيه إما في الجنة وإما في النار. فلذلك فليست الدنيا دار إقامتي أبدا، دار إقامتي إنما هي قنطرة من هنا إلى هنا. ولكن هذا ما كيمنع شيء الحوار بما تسموها تكلم، نقول خلاص إذا دار إقامة ما فيهاش هذه الدنيا نشتغل بها، لا، احنا قلنا بأن هذا الناس الصحابة كانوا مغامسين في الدنيا، كانوا تجار كبار، كانوا تجار كبار يجهزون الجيش كله، واحد من الصحابة عثمان رضي الله عنه، أبو بكر وعمر، قال لهم الرسول شكون من؟ فجاء عمر، جاء أبو بكر بماله كله، وجاء عمر بنصف المال، لكن هذا المال هذا مش هو الوسيلة، مش هو الغاية، هو وسيلة فقط، وسيلة، إنما كان دائما النظر إلى الآخر، إلى الآخر. بل انهض الهمة فيها إلى الله، بل انهض الهمة فيها إلى الله وصار فيها مستعينا به في القدوم عليه. معنى هذا النهوض الذي تكلم عن الإمام هو القيام، والقيام كأن السائر إلى الله انهض همته وأقامه من هذا العالم، يريد بها دخول عالم الملكوت. وإنهار الهمة يكون بامتثال أمره والاستسلام لقهره والاستعانة به على سفره. ولذلك قال ابن عطاء: بل أنهض الهمة فيها إلى الله وصار فيها في الدنيا مستعينا به سبحانه وتعالى في القدوم عليه. والقدوم على الله هو الوصول إلى معرفته وتحقيق العلم به، أن تصل إلى معرفته. قلت هذا الشيء مش تصل بالله، تعرف الله عز وجل، ولا يصح ذلك مش تعرف الله عز وجل إلا بالتبري من الحول والقوة. مش أنا من المشي أنا عقلي بقوتي وجاهي وصحتي وقفوزي ذلك إلى آخره، ومن ضمن أن اجتهاده يوصله لمرهومه فقد جهل، والكلام قفوز يدي لمصد، ومن صح اعتماده على الله وصل. ثم بين السر من عطاء الله، قال: فما زالت مطية عزمه لا يقر قراره. عزم ديال هذا الانسان هذا اللي وصلنا هذه المراتب، يعني المطية دياله ما يقرش قرار ديالها تماما. والمطية في اللغة هي المركوب، ما يركب عليه الانسان سواء كان جملا او سيارة او ما الى ذلك، واستعيرت هنا للعزم والقوة، أي فما زال عزمه قويا وروحه شائقة لا يقر قرارها، أي لا يسكن قرارها في موطن دون سيدها، حتى لو كان الإنسان يعيش في أي مكان، في مكة أي مكان ما يستقرش، قرار ديالو شنو؟ هو الله سبحانه وتعالى. أي مكان تحط الإنسان في أي مكان ما عندوش قرار أبدا في هذه البلد، قرار ديالو هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك خوف فوات الحق أزعجها، فهي في السير على الدوام كما قال دائما سيارها. وهذا أيها الأحباب الشيء اللي كنتكلموا به هذا عظيم جدا، هذا لا يسمع إليه العارف إلا الله جل وعلا، لأن هذه النفس لما
ما أعرضت عن الدنيا غولية عنها قلت عوائقه. لما أصبح الدنيا هذه كلها معلقش بك نوقش عنه مشاكل الناس مشاكل موقشة تماما، لأن الدنيا شبكة العوائق. حلالك الإنترنت شبكة الإنترنت عندها خيوط كثيرة جدا، والدنيا لما يدخل لها الإنسان عند الشبكات ما تخليش الإنسان أبدا يستقر. وكل من قطع عروقها عروق الدنيا من قلبه ذهبت عنه العلاقة. كل شيء مشاكل ذهبت. الشيء اللي الله عز وجل محامي والشيء اللي يحس شعير اللي عنده المال ما يحسدوش وما يبغاش الآخرين ما يكرهش الآخرين بتاعه. الناس تلقاهم ساكن مران عنده كذا وكيشوف وكيضار وكيتقلق وكيغضب على الاخر اللي ما عنده السياره واحنا عنده الدار واحنا كذا، علاش يكون عنده انا ما عنديش؟ وهذا مسكين اللي يقول لنا قطع ذاك الجذوع ديالها ديال الدنيا من القلب. ان شاء الله بالله تلقاه ما عندوش ابدا. عارف ان الاشياء هذه يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. غذاء ديال القلب القلب هو كلامكم ان شاء الله انتم والله شفيه امين انك المريض امين الله نسال الله عز وجل ان يشفيه امين. بعد صلاه المغرب ان شاء الله كاين الطعام غادي يكون في الكيتون شي المسجد هنا خارج اللي هو يغدي القلب ديالو ان شاء الله. والقلب كاينش احنا دوك كنتكلموا على قضيه القلوب قضيه القوالب راه كاين برا ان شاء الله. فكل حاجه خصها نعطيوها الحق ديالها باش يكون هذا النوع هذا سبحان الله يكون. فطبعا من قطع عروق الدنيا من قلبه ذهبت عنه العلائق كالشيطان الذي هو ابوه، لان الدنيا شكون بها؟ زين لهم الشيطان اعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ما في شيء تفتح الابواب كلها الشيطان هو ابوها. اول شيء لما تقطع هذه العروق ديال الدنيا خلاص قطعت العروق بينك وبين ابليس. فلما طلق له هذا الانسان لما قطع العروق طلق البنت ديال الشيطان. ها؟ لانه هو باه الدنيا بنته وهو باه. فانت عندما تقطع العروق صافي تقطع لي البنت ديالك. طلقت بنته وكنس لأن قوامها الدنيا فلما ذهبت ماتت. وكنس لأن الدنيا جيفة والناس كلابها فلما تركت له جيفتهم سلمت منه فدام سيرها إلى أن وصلت إلى قصر الشبيه بما أمرت يدير ان لله عبادا عبادا فطرا ان لله عباد فطرا طمع عليهم الفطين عقلا. طلقوا الدنيا طلقوها طلقوا لان كما قلنا شكون با با هو الشيطان. فهم قالوا لي هذه البنت هذه اللي انت احنا تزوجنا بها احنا مطلقينها طلاق ثلاث. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنه لانهم خافوا علاش قطعوها العروق قطعوها قلنا العروق ديالها مع القلب قطعت خافوا الفتنه. نظروا فيها اي في الدنيا فلما علموا في الدنيا علموا انها ليست لحي الوطن. هذا الانسان شاف الدنيا هذه شحال العمر ديالها غير ملي تزاد هو في الدوار ديالو في القريه ديالو في القبيله ديالو في الاسره ديالو شحال واحد مشى شحال واحد زاد وشحال واحد مات. بدا كيجمع على اليمين وعلى اليسار وجد بان ما فيش واحد ابدا من الناس كبار باقي كلهم شافوا. نظر فيها فلما علم انها ليست لحي وطنا جعلها او جعلها لجة جعل الدنيا لجة. لجة اللغه هي الموجه وجد الموجة.
يجي واحد متكبر، وهذيك المتكبره الا ما كانش الانسان عنده واحد البطو اللي هو قوي صافي مشى مات، تضربهم على الصخره ولا تغرقوا خلاص. هذا لما نظر عين الدنيا وطلقها وعرف انها لا تدوم لحد جعلها لجه الموجه، وجعلها لجه واتخذ صالح الاعمال فيها في الدنيا سفلا، جعل سفينته هي صالح الاعمال انه اصلح عمله. اذن فما زالت مطيه عزمه لا يقر قراره، هذه المطيه ديال الفريق ما فيهاش قرار، خوسك وخاف الدنيا هذه عنده السياره وعنده كذا قراره ما فيش وطن ابدا في الدنيا هذه، حتى لو استقريت في اي مكان قراره. يقول ابن عطاء الله هذه المطيه المركب الذي يركب عليه الى ان اناخت، الى ان اناخت اناخت هذه المطيه لحضره القدس وبساط القدس. تعرفوا اناخت الجمل لما تركبك ناقته يعني باركت، ناقه هذه غاديه حتى وصلت لواحد المكان وباركت يعني اناخ ناقته يعني اجلسها. فهذا هذه المطيه التي يركب فيها فوق في هذه الدنيا ما زالت تمشي حتى اناخت في من؟ فين؟ فين اناخت؟ فين حفظت المطيه؟ لحضره القدس، لحضره الله سبحانه وتعالى وبساط القدس. فالاناخه هو النزول وحط المحمول. ولما وصلت الروح الى مشاهده الاحباب وفتح لها الباب ازالت ما كان عليها من الاثقال. لان كان في الدنيا كان الانسان ثقل عنده هم، هم في الدنيا يعني. وجلست هذه الروح على بساط النزاهه والكمال وهي حضره القدس اي التنزيه التي هي دائره الولايه، دائره الولايه المقتضيه للعبد. ولذلك لا يليق بذاته حتى عرف انه اجل من ان يعرف واعظم من ان يوصف فيقول هذا الانسان ما اناخ ناقته او مطيته امام الحضره القدسيه. قال هذا الانسان لا احصي ثناء عليك، عرف الله شخصيا لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت ومن هذا التقديس ينسى كل شيء من مولاه فيأنس لله عز وجل التقديس. وهذا هو الفرح العظيم في صوت النفس. ربما يكون هذا في الدنيا ماشي بموت، قد يصير بعض الناس هذا الشيء اللي كان يقوله في الدنيا هو عايش معك ووصل الى حضره القدس، يصلي معك ووصل الى حضره القدس واصبح ينظر الى الله عز وجل ويقول سبحانك لا احصي ثناء عليك. هنا بساط القدس انه هو محل الفرح بقرب الحبيب ومناجاه القريب، اصبح كل شيء عنده قريب، لا يغيب عن كل شيء ويتأنس في كل شيء. ولكن هذه الحرة أيها الأحباب عظيمة جدا، يجتهد الإنسان باش يوصل هذا المكان هذا. ولذلك قال ابن عطاء الله عن أسرار الحضرة في ست فقال في محل المفاتحة والمواجهة والمجالسة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة. فأما المفاتحة أيها الأحباب فهي مفاتحة علم الغيوب، يفتح الله عز وجل عليه علما ما وصل إليه الأول. كثير من الناس يعني رأيناهم بأم نعيم، نحن شفناهم قرر هذا الجهاز وصول هذه الدرجة هذه، لكن يتكلم لك علم اللي ما وصل إليه الأول مثل الشعر والحديث الله وصل. يعني أصبح كيتكلم أسرار القرآن الكريم، وهذه الأسرار هذه عندما تنظر إلى جميع المفسرين
من شيخ المفسرين هو الطبري حتى العهد ديالو ما تكلم عن ذلك. لماذا؟ لذكر الله عز وجل. سؤال شعراوي قيل له أنت تفسر آيات من القرآن الكريم ما استطاع كثير من العلماء الأول أن يتكلموا فيها، وكان يذكر بالسبحان، فقال أنا وصلت إلى هذا بذكر الله. اتقوا الله ويعلمكم. وهذا العلم أيها الأحباب يسميه العلماء العلم لدني. العلم شو العلم لدني؟ من الله. كاين العلم الاكتسابي، كاين العلم لدني. العلم الاكتسابي هو الذي يجتهد فيه الإنسان ويتعلم فيه الإنسان ويصبر نفسه ويبحث في المدارس وعند الشيوخ وعند العلماء باش يعرف السند والمتن إلى آخره. لكن كاين واحد العلم اللي كيكون علم لدني من الله عز وجل. قال الله عز وجل في القرآن الكريم الخضر عليه الصلاة والسلام وآتيناه من لدنا علما. آتيناه من لدنا علما، هذا كيسمى العلماء العلم اللدني. فموسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يطلب العلم اللدني لماذا؟ من الخضر. قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ إذا مشيت الأستاذ علمت أي علمك الله رشدا، وهذا فتح من الله. وباش يوصل الإنسان هذا الشيء يا أحباب، هذا هو اللي قلناه بالمجاهدة، مجاهدة النفس. تمر الإنسان بهذه المراحل باش يوصل، هذا كيسميه العلماء المفاتحة، المفاتحة. وكاين العلم، فالمفاتحة طبعا أنت تفاتحه بطلب العطاء، تفاتح الله عز وجل بطلب العطاء، وهو يفاتحك بكشف الغطاء. أنت تطلب من الله العطاء وهو يزيل لك الغطاء حتى تصبح ترى أشياء كثيرة جدا. أنت تفاتحه سبحانه وتعالى بطلب الزيادة، وهو يفاتحك بتوالي الإفادة من درجة إلى درجة. أنت تفاتحه سبحانه وتعالى بالترقي في المقامات، وهو يفاتحك بأسرار العلوم والمكاشفات. هذا واحد أسرار لنا المفاتحة. السر الثاني أيها الأحباب اسم العلماء هو المواجهة. المفاتحة والمواجهة. أما المواجهة فهي مواجهة أنوار الملكوت وأسرار الجبروت. فأنت تواجه الله عز وجل بأنوار التوجه، وهو يواجهك بأنوار المواجهة، وهو كشف الحجاب. واش غادي يكون الشيء في طاعة الله في العبادة؟ يدخل الصلاة، حتى جاء في الحديث أن الإنسان عندما يكبر فتوجه وجهك إلى الله. فأنت عندما تسمع شيء وتلتفت إلى شيء أو يعجبك شيء يقول الله عز وجل أنت ترى شيء أحسن منك. هذه المواجهة ما وقعتش. تواجه الله عز وجل بماذا؟ بأنوار الملكوت. الله عز وجل يواجهك بأنوار يعني المواجهة وهي كشف الحجاب. أما المجالسة أيها الأحباب أن إصرار علي بشيء صلى الله عليه وسلم فاتحة والمواجهة والمجالسة. المجالسة هي مجالسة الأدب والهيبة. فأنت تجالسه بالأدب والحياة وهو يجالسك بالتقريب والاجتباء. لما تكون في حضرة الله ولا بد أن يكون الإنسان عنده أدب، قراءة القرآن، ذكرا لله، تفكر في عظمة الله عز وجل يحتاج إلى هذا. ماشي هكذا يكون أي جلوس، لا، لا بد أن يكون الجلوس خاص، لأن أنت تجلس بحضرة الله عز وجل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. الله يحفظنا جميعا، الله يوفقنا وإياكم، الله يهدينا الحق.
اللهم إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من خير طلبنا وأقول الله في الكريم علينا ولا تخيب فيك رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسوله النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الأخ حسن لحظة الأخ من جبور وأكرمكم بالطعام كسكس وكان مريض وأكرمكم الحمد لله بالطعام فهو يعني الإخوة إن شاء الله على هذا الصلاة يبغى يأكل الطعام إن شاء الله راح يحيطون الإخوة راح يجيبوا شيء خارج المسجد فادعوا لي بالشفاء إن شاء الله. الله يشفي الله يعافي الله يكسر الطيران رضي الله عنه الله يكسر السقم الله يجعل القرآن العظيم كله شفاء اللهم رب الناس أدهم البأس يشفى الشافي لا شفاء الا شفاءه شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.